إحدى الشكاوى اللي جاءت للبرنامج بخصوص أحد البلطجية للأسف في محافظة سوهاج بالتحديد عند نفق ميدان العروبة، وللأسف بيعتدي فقط على السيدات القبطيات، وبعد كده بنكتشف بعدها إن كل ده بعلم وإشراف من رجال الأمن في هذه المنطقة. وحتى بعد ما عرفوا موضوعه وموضوع الاعتداءات للأسف أفرجوا عنه علشان يرجع ويقعد تاني في نفس المكان ويستمر في اعتدائه على القبطيات. معنا من محافظة سوهاج إحدى الضحايا اللي تعرضوا لاعتداء منه. مساء الخير يا فندم. مساء النور، معك. أهلا بحضرتك. لو حضرتك تحبي تعرفي نفسك تتفضلي، أو لو تتحبي تتكلمي بدون ما تذكري اسمك برضو تفضلي. معك مدام ماري من سوهاج. أهلا بحضرتك. بتحكي لنا إيه اللي حصل من البلطجي ده؟ أنا كنت ماشية أنا وبنتي صغيرة 2 ونص، شايلاها وراح ضربني أنا وهي يعني. بس فأنا ضربني أنا من ظهري أنا وهي والبنت، وضرب البنت الصغيرة، فأنا رحت أخدتها وطلعت أنطير يعني، ورجعت الناحية التانية عشان يطلبولي الشرطة. وبعد ما طلبولي الشرطة محدش رضي يجي ولا يسأل فيا. وفي الآخر برضو كان في واحدة ست تاني قالت إن هي راحت عملت له محضر وهم طلعوه تاني يعني. ايوه، ده اللي برضو وبرضو وصل لنا انه من احدى الضحايا الاخريات برضو هي راحت تشتكي وكان الاسم على علم باللي عمله لكن افرجوا عنه مرة اخرى. ايوه فعلا، ورجع يقعد في نفس المكان تاني. رجع يقعد في نفس المكان تاني. تقولي لي المكان بالتحديد تاني عشان السادة المشاهدين يعرفوا. عندي ميدان العروبة أعلى النفق. عند ميدان العروبة أعلى النفق في أنهي مدينة لو تكرمتي؟ سوهاج. سوهاج، المدينة نفسها، سوهاج نفسها. ايوه سوهاج نفسها عند الثقافة. أيوه، والموضوع دوت مستمر بقاله قد إيه؟ بقاله فترة كبيرة. أنا هو اتعرض لي وضرب لي أنا وبنتي الصغيرة يوم 17/4، وفضل برضه رحنا تاني لأنها موجود في نفس المكان. أيوة، وهل حضرتك لما اتكرر الاعتداء هل رحتي الاسم مرة أخرى؟ لا، لأن هم أصلا بيقولوا إن هو مختل عقليا يعني، هنعمل له إيه؟ أيوة، ده كلام الاسم. اه يعني هو مختل عقليا، انا هعمل له ايه؟ لكن هو بيميز فعلا، لا هو مش مختل، هو بيميز بين الست اللي ماشيه لوحديها بين الست اللي معاها جوزها. لو واحده ماشيه معاها راجل مش بيضربها ولا أيوة. بيقرب منها، لكن لو ماشيه وحديها، وده انا وبنتي لسه ماشيين لوحدينا، فراح سابنا ماشيين وراح من ورا وراح ضربني وضرب الطفله الصغيره معايا. ايوه، طيب فانا اضطريت طبعا اخدها واجري، لان انا خفت على بنتي، فاضطريت اخدها واجري. ورجعت زي ما قلت لحضرتك، حاليهم اطلبوا لي الشرطة وكده، ما حدش جه من الشرطة بعد ما طلبوه هنعمل له ايه مختل. ايوه، كنا عرفنا انه بعد كده تم تقديم او ارسال استغاثة الى محافظ ومدير امن سوهاج عن هذه الاحداث، لكن لا يوجد اي رد فعل من الحكومة حتى الان. لا ولا اي حاجة حضرتك. تمام. طيب حضرتك تحبي تضيفي اي شيء اخر؟ لا يعني نتمنى ان هو ما يقعدش تاني، ما احنا متخددين مش قادرين نطلع يعني، خايفين نطلع نقابله في حتة تاني، احنا مش عارفين ممكن يقعد فين دلوقتي. أيوة، ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك. معنا ضحية أخرى برضو من نفس المنطقة من محافظة سوهاج، وكان برضو سبق واعتدى عليها هذا البلطجي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا استاذ هاني؟ أهلا بحضرتك. حضرتك انا بتحكي لنا إيه اللي حصل لو سمحتي؟ حضرتك انا كنت ماشيه طريق بيتي ونازله الشغل، فانا معديه كده لقيت شخص غريب شكله، يعني شكله بلطجي يعني، بس مد ايده عليا ضربني بالقلم، وبعد كده شدني من شعري ونزل على الارض يعني، وقعد يضرب جامد جامد جدا، ضرب مبرح يعني. بس للاسف ما فيش حد حش عندي خالص في المنطقه، وبكل ما اتكلم مع حد اقول لهم طب شوفوا بيضرب ليه وكده، قالوا ما حدش يقدر يمسكه او حد يقدر يضربه، ده هو مختبئ. ايوه،
بس وعملتي حضرتك ايه بعد هذا الاعتداء؟ حضرتك انا بعد ما الواقعة دي حصلت انا رحت القسم بلغت يعني وكده وعملت محضر، وتفضل مشكورا رئيس المباحث ان هو طلع معايا حد من القسم ان احنا نحدد معاه مكان الواقعة حضرتك ونفرغ الكاميرات ونشوف الشخص دوت يعني. للاسف قعدنا وقت كبير طبعا ان احنا نحاول نفرغ، حصلش ما امكنش ان احنا نفرغها، الاهالي ما رضوش يفرغوها، وامين الشرطه في الاخر قال لي حضرتك احنا لو اخذناه او جبناه هنطلعه تاني بالليل، لان هو يقال ان هو مختل عقليا، وهو للاسف هو انسان مش مختل عقليا، لان هو بيتميز جدا ان هو يضرب الاشخاص البنات المسيحيين والشخصيات المسيحيين فقط، ده انسان طبعا واعي وداري هو بيعمل ايه. ايوه، وامين تمام الشرطه، حضرتك؟ امين الشرطه هو اللي قال لك انه يبدو انه مختل عقليا. لا يقال عنه ان هو مختل يقال. عقليا. ايوه، بس ما انا مش شايفه ان هو يعني مبين عليه ان هو مختل، ده هو انسان بلطجي. ايوه، لكن بعد كده بس ايه اللي حصل في الشكوى بتاعتك؟ قالوا لي ان انت تتنازلي افضل ومش هيتحل مشكلتك، لان هو هناخده دلوقتي هنخرجه بالليل، لانه بيقولوا لنا في القسم ما تجيبولناش حد مختل عقليا. ايوه، وانا كنت مضروبه ضرب جامد جدا جدا يعني شبه مسؤوله في الشارع، فما قدرتش اكمل المحضر فعلا وروحت، لاني مش شايفه ان في حل هيحصل. بس حضرتك وحتى اللي حصل وقتنا هذا في هذه الدقيقة لسه قاعد وموجود في نفس المكان هو مطلق الصلاة. متواجد، ايوه، متواجد في نفس المكان، وممكن يكون غير اللي هو بيتمشى في المنطقه كلها حضرتك، وانا باسمي وباسم كل بنت اتضربت، لان انا تواصلت مع بنات كتيره قدمت استغاثات، بس هم طبعا رفضوا ان هم يتكلموا، ولم يجرؤوا ان هم يتكلموا يعني في الموضوع ايوه، دوت، فانا باسمي وباسمهم اتاذينا فعلا واتضربنا واتهنا جدا يعني في المنطقه. لكن الاكيد ان هو بيعرف يميز بين القبطيات وغير القبطيات، حضرتك. بيعتدي على القبطيات. وهو حريص جدا انه يعدي في الوقت اللي ما بقاش في حد ماشي كتير والست تبقى ماشيه لوحدها، فهو طبعا ده اكيد فاهم واعي، مش ممكن يكون انسان مختل عقليا ولا عنده اضطراب نفسي ابدا، استحاله، ده عارف كويس هو بيعمل ايه. ايوه، والاسم زي ما حضرتك ذكرتي اطلقه سراحه مره اخرى. بالظبط. ايوه، حضرتك تحبي تضيفي اي شيء اخر؟ لا انا بشكر حضرتك جدا وللاعداد وللبرنامج والشخص اللي قدر يوصلنا بحضرتك، انا متشكره جدا ليكم ان احنا نقدم الاستغاثه دي، ويا ريت يكون في قرار حازم ضد الشخص ده، لان احنا فعلا في المنطقه هنا في حاله رعب وخوف فظيعه من ناحيه الشخص دوت. متشكر جدا لحضرتك ولثقتك فينا، وبنرجو ان احنا بعرضنا لهذه المشكلة نكون جزء من الحل، علشان مش بس امن القبطيات لكن امن كل سيدات وبنات هذه المنطقة. متشكر جدا لحضرتك. الافراد اللي قائمين على الامن بالتحديد في اسم اول سوهاج، هو رئيس المباحث بقسم أول الرائد أسامة عجاج، ده اللي أطلق سراح هذا البلطجي، ومعاه أيضا اللواء حسن محمود، ده حسن محمود هو مدير أمن سوهاج، برضو مسؤول عن هذه المشكلة، بنرفعها إليه إذا ما كانش فاكر أو إذا ما كانش سمع عن هذه المشكلة. وأيضا مأمور الاسم اسمه العميد إيهاب فاروق، لكن اللي مسؤول عن إطلاق سراح هذا البلطجي، والبلطجي دوت لما بيلاقي إنه باستمرار اعتداءه على القبطيات مفيش حد بيقبض عليه، وإذا قبض عليه بيطلقوا سراحه مرة أخرى في نفس اليوم. هو الرائد أسامة عجاج، هنحط صورته أمام حضراتكم مرة أخرى، يعني وكأن الموضوع لأنه اعتداء على سيدات قبطيات، وكأن الموضوع يروق له ومش عايز ياخد أي موقف رسمي. إذا كان هذا الفرد فعلا مختل عقليا أو مجنون، بما أنه بيضر المواطنين يبقى مفروض يودعوه مستشفى الأمراض العقلية، أما إذا كان عاقل ومدرك للي بيعمله، وده أغلب الظن، يبقى المفروض إن هو ياخدوه ويعملوا معاه كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الاعتداءات. هنتابع مع حضراتكم.
ومع السادة الضحايا والسيدات الضحايا من هذه الاعتداءات تفاصيل عرض هذه المشكلة ونعرضها أمام حضراتكم.